أول إشي استخدم 3 كوب من الطحين الأبيض، كوب من الطحين الأسمر، نخالة قمح، زيت زيتون، ملح وسكر، وحطينا زيت زيتون وإكليل الجبل وزيتون أخضر أسود الموجود عندكم بالبيت. بعدين عجناهم وفردناهم بهاي الطريقة وجدلناهم، وأضفت حبة البركة والسمسم على الوش، ورح نخبزهم بفرن حرارته 200 لمدة 15 ل 17 دقيقة تقريبا. الخبز بالزيتون، 3 أكواب طحين أبيض، كوب طحين أسمر، ملعقتين كبار نخالة، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر، ربع كوب زيت زيتون، وملعقتين كبار حبة البركة، ملعقتين سمسم. ونحتاج كمان ماء للعجن، كوب زيتون أخضر وأسود، ربع كوب إكليل جبل أو زعتر، يعني سواء هيك أو هيك الموجود، ملعقة كبيرة زيت زيتون لتخمير العجين، المزيد من النخالة لرق العجين. أوكي سمير، رح نعطي شوية هيك أفكار للستات، أو شوية خلينا نحكي تيبس أو نقاط ممكن تنجح العجينة مع سيدة البيت. أوكي. هلأ إحنا مستخدمين وصفة كتير بسيطة، عبارة عن طحين وخميرة وزيت وملح وسكر، بالإضافة لأني مدخلة طحين القمح. في حال ما عندهم طحين القمح بيقدروا يستبدلوا الطحين الأبيض العادي، وفي حال كل اللي عندهم طحين قمح بمشي الحال. تمام. أوكي. ممتاز. هلأ أنا هون حاطة 3 كوب من الطحين الأبيض، رح أحط عليه كوب من طحين القمح. وفي عندي هون نخالة القمح. شو هي نخالة القمح؟ اللي هي القشرة. أوكي، هاي بتعطي كمان قوام. تمام. للعجين رح أخلي شوي حتى نرق عليه العجين. أوكي. بس بتعرف شو بدي أعمل؟ خليني أشيل شوي منهم هدول عشان لما نعجن. أوكي. هلأ بعد ما خلطنا هاي المقادير الناشفة مع بعض، رح نحط أول إشي الخميرة. الخميرة هاي فورية، فما في داعي إن نخمرها ونختبرها لحالها ونرجع نحطها على العجين، لأنها شغالة وفوارة وأنا مجربتها بالبيت. تمام. فرح نحطها رأساً فوق الطحين، رح نحط زيت الزيتون، ورح نحط كمان السكر لتفعيل الخمير. الخميرة دائماً بدها سكر أكيد، ومعلقة ملح. هاي مقاديرنا الأساسية لأي عجينة جاهزة. تمام. رح أحط هلأ شوية من السمسم وحبة البركة عشان رح يزكي الخبز. أوكي. هلأ هذا الخبز نفسه أنا عملته عدة مرات وبعدة وصفات. تمام. مرة عملته على المقلاي اللي هو خبز البلدي تبعنا بطحين القمح. تمام. بس كان مقدار طحين القمح أكتر. كل هاي الوصفات بتلاقوها على موقع رؤية. هلا رح اضيف انا اكليل الجبل عشان كثير بلبق مع الزيتون، بس أوكي. اكيد في معظم السيدات يمكن ما عندهم اياه، وانا بنقدر انه نحط زعتر. يا عيني عليك، اللي ما عنده هذا الاشي يحط الزعتر. وهون عندي كوب من الزيتون الاخضر والاسود جاهزين. تمام. لحد الان امورنا تمام، كله شو ضل علينا؟ نعجن. كيف نعجن؟ بدك تضيفي مي شوي شوي، مي دافيه. اوكي. هلا اول اشي رح اعمل هاي الحركه حتى اتاكد انه كل شيء انخلط عنا. تمام. بدك احط لك المي تبعا؟ خلص انت صار الطبخ في دمك. والله اسمعي ممتع صراحه، انتم ما تقومون به فن والله يا شيف ديما. بدك شوي شوي؟ ثلاث ارباع الكميه لو سمحت، يعني معظمه. تمام. كمان شوي لو سمحت. تفضلي ستي. هدول كوبين من المي، بس اكيد رح نحتاجهم كلهم، بس انا بحب تدريجيا لنتاكد انه ما يكون السوائل زياده. هلا في شغلتين اساسيين دائما سمير لنجاح أي عجين. تمام. Okay. طريقة التعجين وطريقة التخمير وحرارة الفرن، هدول الثلاث شغلات كتير مهمين، مش شغلتين. أوكي. Okay. ثلاثة. فأول إشي طريقة التعجين، كل ما عجننا العجين أكتر، يعني كل ما عملنا هاي الحركة اللي عم بعملها أكتر. Okay. كل ما أعطتنا نتيجة أفضل. أوكي. Okay. Okay. تمام. لأنه إحنا منحرك بهاي الطريقة مادة الجلوتين الموجودة بالطحين اللي بتعطينا القوام اللي بدنا إياه بالخبز والمعجنات. أوكي. فشايف كيف لسه هون عندي الطحين مفرفت؟ أوكي. أوكي. إحنا بدنا إياه يمسك، فبدي أزيد باقي كمية المي اللي عندي. تمام. وبدنا نخلط. هاي يمكن مرحلة مهمة جداً العجل. طلع صح؟ طلع كيف بطل عندي إشي لازق. سيبنى عليها كل ما هو لاحق. 100%. بس تصير العجينة كلها متماسكة عندي. كل ما عجناها أكتر أفضل. هلا انا لانه فيها زيتون عم بحاول مش كتير اضغط عشان بديش اياه كمان يتفعص معي. أوكي. ولكن في ناس بضيفوه بعد هاي المرحله، يعني بيعجنوا اول بعدين بضيفوا الزيتون، بيصير طبعا. بس انا خلص رح بس بصير مش موجود بكل ارجاء العجينه صح؟ بالضبط، عشان هيك بدي اياها تنخلط. عشان هيك حطيتيها من البدايه. هلا بس شويه طحين زياده عشان حسستها بدها. فاذا عملنا الخطوه الاولى اللي انا بفضل طبعا انها تستمر معكم من يسلموا ايديك من 7 دقائق الى 10 دقائق التعجين،
وبعد هيك بدنا ننقلها على وعاء مدهون بزيت الزيتون عشان تتخمر. تمام. هلا مرحله التخمير، مرحله التخمير هاي بتاخذ تقريبا ساعه، طبعا لازم تكون مغطيه معانا. اوكي، هلا المهم بنغطيها، خلينا نعتبر انها تغطت وخلاص امورنا تمام. قد ايه عندنا قبل الفاصل عشان اعرف اذا ابدا اعجن او عندنا وقت؟ خلص اذا بعد الفاصل نكشف عنها. يس، بس افرجيهم اياها. تمام، خليني بس افرجيهم شكلها. يا هاي اللي لها متخمره يعني ساعتين ثلاثه. اها، روعه. الله يسعدك. روعه 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 روعه. خليني بس افرجيهم اهم حركه. اوكي اوكي، عشان هيك انا دائما بقول انه مرحله التخمير مهمه، وهي انقسمت لقسمين. اول شيء التخمير الاول بياخذ ساعه، وهلا عندنا التخمير الثاني. شو التخمير الثاني؟ اللي هو بتقطعيها وبتحطيها ربع ساعه. يعني ام طه راجع لك على الدار شيف اصلي. خلص بعد هالحظر فول بسوي لكم، عجين بعجن لكم، اي شيء. طب يلا قبل الفاصل بس لما افرجيهم القوام طلع. طيب. كيف بس بدي اطلع العجينه. عشان على رأي سمير نقعدها ربع ساعة هون ترتاح يا عيني عبين ما ترجعوا لنا. ممتاز. قبل تحكينا شو سويتي قبل الفاصل؟ خليني أعد لهم سريعا. هلأ لا هاي لا. العجينة الكتكوتة الحلوة شو أحلاها، مرتاحة وجاهزة معانا. اللي عملناه قبل الهواء اللي هو خلطنا المقادير اللي هي طحين، خميرة، سكر، ملح، مي دافية، وحطيت سمسم وحبة البركة وزيتون وإكليل الجبل أو أي نوع أعشاب عندكم، ممكن زعتر كمان. هلا شوفوا قد ما هي طريه وحلوه ما بدي كثير صراحه يعني اعجن فيها واخربها، فشوفوا ايش رح اعمل. رح نحط شوي من النخاله. تمام، او من الطحين العادي الابيض اللي عندكم كل شيء بيمشي. على فكره اللي ما عنده طحين قمح بيقدر يعملها بالطحين الابيض. الابيض لحاله. نعم، ما في مشكله. أوكي. تمام، هلا طلعوا ايش بدي اعمل. بدي احاول قدر الامكان اخليها بشكل مستطيل. اوكي، ونمدها بهاي الطريقة. مم أحلاها، شو بتتجاوب معاي لأنها مرتاحة طبعاً سمير. أوكي، قاعدة كفاية. قاعدة ودفيانة مرتاحة. طيب هلأ بدي أخذ بس قطعة البيتزا طبعاً أو سكينة عادية وأقطعها لثلاث أقسام. بس مش للآخر ولا للآخر؟ لا مش للآخر، عشان بدي أجدلها هلأ. أوكي، فبدنا اياها تضلها متماسكه من فوق. اوكي، شايفين كيف؟ خلينا بس نظبطها من هون وهيك. جدولتنا صارت جاهزه للتجديل. بس بدي اعمل هاي الحركه. يا عيني يا عيني يا عيني عليك يا حبيبتي يا سوسو. لا يا سلمى ولو شعري بعرف شو اسوي زيك. لا يا سلمى سوسو انت قصه. ايوه، ضبطيها من الجهتين. أيوة، اخذت هذا الشكل طبعا. وكل ما مديناها هلا بهاي الطريقه احسن عشان تعطيكم هذا الشكل. رح فرجيكم اياه من الجنب انا. تمام، شايف سمير؟ آه. وهلا احنا ريحناها اول تريحه صح اللي هي التخمير الاول، هسه ربع ساعه ثم التخمير الثاني، وهلا شيء عندنا اسمه التخمير الثالث. هي بتحسوها شيء معقد وطويل، بس لا، مع الممارسه بتصير شيء كثير سهل. صينيه للفرن. بحب ادهنها من فوق كمان عشان تكون كريسبي. أكيد، عشان تعطينا كمان لون حلو للعجين. وبدنا ننقلها على صينية الفرن. تمام، بهاي الطريقة. خليني أفرجيكم شو بدي أعمل. حكينا عن مرحلة التخمير الثالثة. هلأ منريحها كمان مرة اللي هي مرحلة التريح الثالث. تقريباً 10 دقايق قبل ما ندخلها على فرن حرارته 200. لازم حرارة الفرن تكون 200 يا جماعة. بدي أحكي ملاحظة كتير مهمة. حاضر حبيبتي. حاضر. هلا دائما احنا العجين او المعجنات او الخبز لما بدنا نخبزهم لازم الحراره تكون عاليه. اوكي، بالكيكات لا. اوكي، مش منخفضه كثير بالضبط، 180 170 بالكيك، بالمعجنات 200 220 تعطيك نتيجه افضل. أوكي. اوكي حلو، تمام. طيب اوكي، اذا على حراره 200 رح نفرجيكم ان شاء الله النتيجه من هون لنهايه الحلقه، واحنا مجهزين لكم وحده جاهزه اكيد.
استاذ سمير شوف الحلو فيها شو. هلا انت لما بتدق عليها من برا بقول لك مين كريسبي يعني فكرت بقول لك مين مقرمشه ومن جوا طريه. اوكي هلا رح نقولها انا على البورد الخشب بس برضه بصراحه مع اني محضره واحده من قبل بدي افرجيهم اياها من جوا. اوكي يعني لو بنقسم هلا قطعه من جوا شايف كيف طلع محل الخبزه. يا عيني جوعت هلا بطلع لك. حاضر يا عيني. هلا بس تبرد شوي سمير بكون صار وقت انك انت تقدر تدوقها. فرح اخليها هيك بس انا حبيت افرجيهم قديش هي من جوا اسفنجيه وطريه. حاضر حاضر في كمان والله عامله كمان ان شاء الله. اوكي شايفين من جوا كيف زي الاسفنج بس من برا مقرمشه وهذا اللي بدنا اياه بالضبط.